اعمل حسابك، انت جاي تدافع عن الباطل؟ اعمل حسابك يا زول وابقى مع ربك. ربك خلقك وداير منك عبادة خالصة، داير منك عبادة خالصة. انت تقعد تندح في الفقرة؟ ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. انت مش شايف كلامنا ده كله ما عاجبك؟ ها؟ ومزعلينك نحنا؟ وتكلمنا في الاسياد بتاعينك؟ خلينا امشي اجيب برا هناك واندهن. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نحن دربنا ده وقفوا فيه ناس كتار، لكن مش ما حقنا نحن، ولا ماشي بقوتنا نحن، ولا بقدرتنا، ولا بعلمنا. ده درب ربنا سبحانه وتعالى، وده حق الله. واي زول بيدافع عن حق الله ربنا بينصره بقوه من فوق. ربنا قال انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما بتقدر عليه؟ ربنا قال لك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الحصل شنو؟ ربنا قال فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أولا نشكر الله سبحانه الذي تفضل علينا بإقامة هذه المحاضرة نصرة للتوحيد ودفاعا عن حق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم نشكر الإخوة الفضلاء أخونا الشيخ أحمد البدوي وبقية إخواننا الفضلاء وأهل رفاعة الكرماء على إقامة هذه المحاضرة في دارهم، وغيرة منهم على دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة الكرام، ما قاله الشيخ مزمل قبالي كلام كافي جدا لا مزيد عليه، وفيه غنية عن كل كلام. والنقطة الوحيدة اللي ركز على شيخ مزمل، لو نحن استوعبنا بقلوبنا وعقلناها تماما تكفي تماما في انه هذا الراجل ما يصلح يكون شيخ بتاع دين اطلاقا، لا يصلح اطلاقا يكون شيخ بتاع دين، ولا يعلم الناس ولا يؤتمن على دين النبي صلى الله عليه وسلم. كون زول يا اخواننا يقول، وانا اكرر واعيد، كون زول يقول الاصل انك تدعو غير الله عز وجل، ده يا اخواننا فيه تكذيب لنص القرآن، وفيه تجهيل لجميع رسل الرحمن كلهم.
لأنه ربنا كلمنا في كتابه العزيز أنه ما أرسل رسولا إلا بدعوة واحدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دي دعوة الرسل كلهم. كون ذول يجي يقول لك الأصل إنك تدعو غير الله، ده فيه تسفيه لدعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من صنم أو وثن أو شيطان أو ولي صالح أو طاغوت أو غيره، دي كلها تدخل في مسمى الطاغوت. فالنقطة دي براها تكفي في إثبات فساد عقيدة هذا الرجل. وبعدين الناس اللي عملوا جلبة ببرة وفوضى وكده تأكدوا تماما إن الحق ما بيحارب بأي زوبعة، ما في زوبعة بتحارب الحق. ربنا في القرآن كلمنا عن السابقين الأولين من أهل الضلال، قال: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أصل القرآن لما يشتغل أي زول في قلبه مرض بفرفر، ده نظام الحق كده. أي زول قلبه مرضان الحق ما بيقبله. ربنا قال: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نحن جيناك من الخرطوم دارين نكلمك نقول لك ربنا في القرآن قال لك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وربنا قال لك: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نحن جايين نكلمك بكلام زي ده، وشيخك القاعد جوا القبة وتحت التكية وباني له قبة فاخرة إنتاج حديث، شيخك بيقول لك لو أنت دعيت الله أنت مشرك، على الحق منو؟ منو على الحق؟ وانت زعلان ليه؟ ربنا قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أزول بيقول لك اعبد ربك براو، ده اللي نصحك ولا نصحك قال لك انت لابد تتخذ الوسائل وتدعو غير الله سبحانه وتعالى. وربنا في القرآن يقول: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. أزول البنده غير الله ربنا سمى حيران في القرآن، ده حيران وده تائه في الضلال وده ضال في الدنيا، وبعدين يوم القيامة يشيل شيلته قدام ربنا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ده قرآن ولا ما قرآن؟ ربنا في القرآن سورة الرعد قال: له دعوة الحق، دي لله له دعوة الحق
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ربنا شبه لك بالزول المادي يدينه لموية جوا البير، موية جوا البير مادي يدينه ليها عشان الموية تطلع له برا. قال لك باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إحنا بنكلمك بالقرآن وده شغالك تنظير وتجي زعلان له، تجي زعلان. والله أنا والله بغيظوني المساكين الزيدين، بغيظوني المساكين. أنت البلد دي الباطل الشغال فيها ده كله عينه، عينك ما شافته؟ عينك ما شافت الباطل الشغال في البلد دي كلها؟ إجرام، ناس يسبوا في الله، ناس يلعنوا في الإسلام، ناس يدعوا للتبرج والفواحش والزنا والخنا، عينك ما شافتهم؟ شايل عكاز وجايين به. ونحن نحن ما ناس شر ولا بنأذي زول ولا بنضرب زول. زول عمك كبير قدر ده بيجي في وسط شباب زي ديل ما شاء الله يملوا العين، شوف أدب وأخلاق، ما في ذول يتعرض له ولا أذاه، لأنه نحن أصحاب دعوة وجايينك مشفقين، جايينك مشفقين عشان ننتشرك من الضلال اللي وقعوك فيه ناس زي ديل. بعد دي انت ما شايف المنكر في البلد دي كله، تجي انت تعترض على التوحيد؟ التوحيد ما بتقدر عليه، ما بتقدر عليه. ربنا قال لك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الحصل شنو؟ ربنا قال فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نحن دربنا ده وقفوا فيه ناس كتار، لكن مش ما حقنا نحن، ولا ماشي بقوتنا نحن ولا بقدرتنا ولا بعلمنا، ده درب ربنا سبحانه وتعالى وده حق الله. وأي زول بيدافع عن حق الله ربنا بينصره بقوة من فوق. ربنا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اعمل حسابك، انت جاي تدافع عن الباطل، اعمل حسابك يا زول وابقى مع ربك. ربك خلقك ودائر منك عبادة خالصة، دائر منك عبادة خالصة، انت تقعد تندح في الفقرة؟ ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. انت مش شايف كلامنا ده كله ما عاجبك؟ ها؟ ومزعلينك نحن؟ وتكلمنا في الأسياد بتاعينك؟ خلينا امشي اجيب برا هناك واندهن. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والله ما يقدر يعمل اي حاجة، اندهن. ربنا قال على لسان رسوله تحديا للمشركين قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوكم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عشان كده انت زول موحد وحامل هذه الدعوة المباركة، أنا دايرك تملأ قلبك ثقة بربك سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله نحن بنجيب في محلنا ذكر عيننا إلى زحين الله شفتها.
الله من فوق الا يزيد حي. ها انت خايف لك من دولقان؟ نحن خاف منك؟ خايف من دولقان معلق في قنايا ومحل حوط لك الشيخ قال لك دي كان حبشتها بتجيك بلوه. نحن لا بنخاف من الدلقان لا من القناية لا من الشيخ المركب فوق لين. كل ده احنا عندنا مخلوق ضعيف. ربنا قال فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما عندنا شغلة بيك ولا تلم الواطة دي كلها من محلنا بمنزح نحن. بل قانون معك محاضرتنا قانونية مصدقة ما عندنا أي مشكلة تاني. البلد ذاته قالوا فيها حريات ولا ما قالوا؟ هي منفكة ساي الشغلة بقد على التوحيد. توحيد ممنوع حيمات بلباسات في الشارع ما في ذو السائلين. السالم منو؟ السالم منو؟ تبرد وبنقويا بنبطحوا لها في النجيلة في الشارع. السالم منو؟ جاي شايل لك عكاز زنا نحنا؟ ما تخاف الله؟ السكن الله يوم القيامة سألك قال لك العكاز انت شلته لمنو؟ تقول له شلته لزول لابس له عمه وبيقول قال الله وقال الرسول؟ ما تخاف الله؟ ولا بتخجل؟ يبرتعوا بالباطل بأعلى المستويات. انت ما شلت عكازك ومركت شاي سبحتك يا لطيف يا لطيف ويسووا في المنكر قدامك انت شغال يا لطيف. ما تحركت اصلا راقد منسدح في محلك تي تمرق علينا نحن. والله دي شفتها دي عار عليك وخيبة عليك. والله تتعاقبها في الدنيا قبل الاخرة. لو ما تبت ورجعت لله تتعاقبها في الدنيا قبال الاخرة. زول بيدعو لي الله يا اخي تقف قدامه؟ زول بيدعو لي الله تقف في وشه؟ يا ناس نوع ده الحق ويعقلوا. ونحن الحمد لله في البلد دي بالحجه والبيان صارعنا الواطه دي كلها. شيوعيه بجنبه علمانيين صوفيه دراويش شيعه كلهم ما قدروا. خل العكاز خلوا في البيت. انا بديك الماء يقدر جيب شيخك اسمه منو؟ علوب ولا اسمه منو؟ جيب علوب بديه الماء يقدر كويس يتكلم هني يقول كلامه الدار يقوله كله وبيرد عليه بالكتاب والسنه. في شنو؟ في مشكله؟ نحن يا اخي ناس وديعين جدا ما ناس مشاكل وجايين من هناك نتكلم قال الله وقال الرسول. تشيل لنا عكاز عشان تندم على شغلتك اللي سويتها دي وتبقى لك فضيحه فيها لك تبقى لك فضيحه. الناس كلها بتنادي الان بالحوار بين الاديان. خليك من احنا كلنا مسلمين بينادوا بالحوار بين الاديان. يعني يجي نصراني انت ماشي اللي عكاز ده الشغل الجديد ما عارف الحاصل ولا شنو. نصراني يجيك بصليبه كويس تقول تتناقش معه وتتحاور وعيسى ابن الله ما ابن الله تتحاور معه. قال لك في حوار البلد فيها حوار يا اخي وحركات مسلحه شايله سلاح الناس بتحاوروا معاه. جاي تشايل لنا عكاز في الخرطوم هنا؟ ها ولا دي وين هي ذاته؟ يا ناس يا ناس ده ما زول ذاته يناقشوا. والله والله انا كتبت لي نقاط هنا والله بقيت بضحك وما انا ما بعرفه ذات اسمه سمعته بهني وجاي مسافر في الشارع رسلوا لي مقطع سمعته. والله ده ما زول يناقشوا في دين ذاته. يا اخي ده قال بيحذروا من الدنيا. قال دنيا ترى بيحذروا منها. يا اخي تحذروا من الشرك خلاها الدنيا. الدنيا خلوا يشبعوا فيها. هو المجتمع ده يوصل مرحله والدنيا وين ذاتها؟ يا اخي الناس المواهيم اللي عايشه بها كم عشان تحذروا من الدنيا؟ هي ما في ذاتها يا اخي. الله يهديك. والله يا اخواننا في ناس مواهيم وهم. قال بيحذروا من الدنيا قال الا غير البلد دي. اظن مركب لما كان بتاعت خليج ولا شنو؟ يا زول هي الدنيا ذاتها احنا ما لاقينا اليومين دول كويس. قال اياكم والدنيا واحذروا الدنيا. قال
وغض البصر قال عن الدنيا. قال إذا نظرت إلى نعمة أخيك قال فهذا من الزنا. يا أخ معقول؟ يعني هسه كان صاحبي عنده ركشة جانسي سمحة عجبتني عاينت فيها، أنا زنيت؟ قال زنيت والله، هذا سجلته بين نفس كلامه. يا أخوانا معقول تعاين لك في ركشة زنيت وتعاين لك في يعني سحاب؟ أنا ركب لك في سحاب هسه، كيف يعني أنا زنيت كم مرة؟ يا أخي ده ما كلام فارغ. أستدعي عليك الشيخ بتاع الدين. قال وقال رسول الله والعين تزني وزناها النظر. بالله قال لا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا، الشارع ده ما مليان في بجاي بيت سمح، عربية، ركشة، كارو، في ذول عنده دحش سمح بيعجبني في الشارع. ما يعني أنا أغمض ولا كيف ولا أتنقب؟ وده ما فاهم ذات النصوص ولا دي دليل شنو، هو ما عارفه، دي لخبطة. وداير يجيب له تفسير بمزاجه. قال لو انت في الصلاة تصلي مع الجماعة، قال ولو في واحد بس قال من المصلين صلاته مقبولة، اذا انت صلاتك برضو مقبولة معه. انا دي والله ما لقيتني في المذاهب كلها بتاعت الدين واحد في الجامع صلاته مقبولة معناه الجماعة تشت صلاته مقبولة. طيب المنافقين دول كان بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بيصلوا؟ بيصلوا، مقبولة صلاتهم ولا لا؟ تحداك تعالى على اللوبة، ها؟ مقبولة. ربنا قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم شنو؟ كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بيجوا الصلاة لكن الله قال ما مقبولة. ومش ودي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك دي صلاة في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومش النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بس، بلد عليهم. ربنا قال لئن تستغفر لهم أها 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته بالأمة كان طمعان لو استغفر له ربنا يغفر له. الله قال له ما بغفر له. تيجي تقول لي لو جاء في الجامع انت صليت ها وفي واحد صلاته مقبوله، اذا انا صلاتي مقبوله اه يا زول حسابه براو. انتوا واقفين في الجامع ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يكونوا واقفين جنب بعض، فهذا قال لا تقبل له من الصلاه الا ربعها، نصفها، خمس، عشرها. جنبك صلاته مقبوله انت ما عندك اي حاجه، عادي جدا. اي زول حسابه براو. وان ليس للانسان إلا ما شنو؟ ما سعى. من عمل صالحا أها فلنفسه. أنت تشتغل لناس ثانيين؟ ما بتشتغل لأي زول ثاني، أنت في الجامعة بتصلي لرقبتك براك، ما عندك قضية مع زول ثاني. طيب بعد ذاك في نقاط كثيرة بتدل على جهالة الزول، لا ما أكثر من كده. قال التفسير ووصينا الإنسان بوالديه، وهم تفسير وهم بس. قال وصينا الإنسان بوالديه، قال الوالدين ديل ده أبوك الشيخ. أبوك الشيخ ولدك بيتين؟ والله من النص قال ده أبوك الشيخ. ولدك بيتين ده. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إحسانا. أمه ظن أم الفقراء إذا كان أبوه الشيخ. يا اخي الوالدين ديل والدينك اللي ولدوك عندهم حق عليك، حقهم بعد حق ربنا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده حق بتاع توحيد، ده حق الله. وبالوالدين شنو؟ احسانا، حقهم الاحسان. ديل والدينك اللي ولدوك ابوك الشيخ دخلوا هنا شنو؟ ده تفسير. تخيل قال ومن يتعدى حدود الله، تخيل معي حدود الله شنو؟ مش عرفنا وبالوالدين. شوف داير يفسر لك القرآن كله في خدمة العقيدة بتاعته الأحمدية، بس خدمة عقيدته الأحمدية. يعني لما نجي وبالوالدين إحسانا ده أبوك الشيخ. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الآية دي قال حدود الله، نحن قال لما نقسم زي الحيران نقسم، ده مسؤول الزكاة وده مسؤول ما تعرف جمع المال وذاك مسؤول الأوراد، قال في مسؤول عن الورد
تحسب الورد وكده، وداك مسؤول عن شنو؟ قال ديل حدود الله. يعني قال لما نديك ورد 20,000 مرة، قال لو انت ما عملت الورد انت خالفت حدود الله. يعني لو خالفت الحوار ما قلت الكلام اللي قالوا لك او ما عملته، انت قال خالفت حدود الله. طيب كويس، شوفوا يا اخواننا كل التفاسير اللي جابها تفاسير يعني صمم على خدمة العقيدة بتاعته. عشان كده انا اقول لكم في الخلاصة، والمقام جربينا كثير ولعل الزمن المتاح به انتهى للمحاضرة، فاقول يا اخواننا يجب على الناس المحافظة على عقيدتهم والذود عنها وحماية التوحيد. التوحيد ده اهم من اي حاجة، تحمي عقيدتك وتتعلم من الكتاب والسنة ومن المصادر الصحيحة. وأي زول خالف عقيدة الكتاب والسنة نحن موقفنا منه موقف علمي، بنرد بالكتاب والسنة، ما بنعتدي على زول ولا بنظلم زول ولا بنخل بأمن البلد، لكن نحن بالحجة والبيان مستعدين جاهزين في أي وقت إن شاء الله. أي زول دار مناقشة بالكتاب والسنة جيب كتبك وتعال. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة